دكتور أحمد طيبي، قلت أنه يعني اليهود في إسرائيل اختاروا نتنياهو واختاروا اليمين المتطرف. لا أعلم إذا كنت اطلعت على مقال لتوماس فريدمان منذ أيام يقول أنه فوز نتنياهو مع هذا اليمين المتطرف يعني أن هناك إسرائيل لا نعرفها هي تنشأ وهي صورة جديدة لإسرائيل. ماذا يحصل في المجتمع الإسرائيلي عمليا؟ أنا على مدى السنوات الأخيرة قلت أنه العنصرية أصبحت تيارا مركزيا في المجتمع الإسرائيلي، وفي الماضي كانت في حكومات عنصرية، يعني القضية مش كان الوضع أبيض صار أسود وكانوا معتدلين صاروا متطرفين، التطرف موجود من أساسه. نتنياهو وسموتريتش كانوا بنفس الحكومة، وسموتريتش زميل بن غفير هو فاشي باي ديفينيشن بالتعريف. صحيح. ولكن هذه المرة هذا الصعود لحزب الصهيونية المتدينة إلى 14 مقعدا ودعم شريحة الشباب لهذه النزعة الفاشية الكارهة لكل ما هو عربي وفلسطيني هي مؤشر لما يحدث في المجتمع الإسرائيلي. قلنا أن العنصرية كانت تيارا مركزيا، الآن الفاشية أصبحت تيارا رسميا، لأنه بن غفير وسموتريتش معا في الحكومة هذه رسملة للفاشية في إسرائيل.